Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Mulia. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dan sekarang ini kita berada di dalam auditorium untuk kita sama-sama mengikuti bacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sebentar lagi akan dimulakan bacaan maulid. Kemudian selepas bacaan maulid, kita akan mempersilakan tetamu-tetamu terhormat kita untuk memberikan tausiahnya dan ceramahnya. Pertama sekali kita akan mempersilakan Sheikh Firas daripada Syria. Dan yang kedua, insyaAllah kita akan mempersilakan Tuan Guru Ustaz Zulkifli Ismail daripada Melaka. Kita jemput untuk para Muslimin untuk sama-sama memenuhi ruang yang berada di sini. Kalau yang nak duduk di bawah, yang muda-muda nak duduk di bawah pun boleh juga. Semua jemput untuk maju ke hadapan, biar yang belakang ada ruang lagi, insyaAllah. Kalau boleh rapat-rapatkan sikit tempat duduknya. InsyaAllah kita akan mula dengan bacaan maulid. Sebelum itu kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para hadirin hadirat. Dan bagi pihak Yayasan Restu, bagi pihak Datuk Latif dan Yayasan Restu, kita mengucapkan ribuan terima kasih. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum tetamu kepada Yayasan Restu dan juga tetamu Rasulullah SAW. InsyaAllah dengan ini kita mempersilakan Sheikh Ahmad bin Salim untuk membaca doa Al-Fatihah. Kita mempersilakan Habib Amjad Abu Futim untuk membaca doa pembukaan maulid. Falyatafaddal mashkura. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومامول وصلاح الشام ظاهر وباطن وأن الله يعلنا قرة عين للحبيب الأعظم وأن الله يبلغنا الأمنيات وفوق الأمنيات وتمام الأمنيات الدنيا والآخرة وأن الله يعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان وعلى كل نية صالحة وما نويتوه وما طلبتوه من خيرات الدنيا والآخرة إن الله يعطيكم ما أملتوه وما طلبتوه وأن الله يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وعلى كل نية صالحة وما نواه الحبيب الأعظم وما نواه السلف الصالح وما نوى كل ولي وكل مقرب وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى وسلم عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصله القلب وعفو انفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر معادي واصرف واردع يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نهل فيه اسمك الممنع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك خصنا وحدانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتائبين لهم بصدق ما حدا حادل
أجل أشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر مصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه. آل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أصفى الصفية السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك بين الأنبياء السلام عليك
تقيا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبأنا صلى الله عليه والنور طاع عبده من به في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عدا وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما بعد مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ليلة ولد الحبيب بفجرها يا ليلة ولد الحبيب بوركت أنت الليلة الغراء بوركت أنت الليلة الغراء أهلا وسهلا بربيع الأولى أهلا وسهلا بربيع الأولى شهر به ولد الحبيب المرسلا
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من ألوذ به سواك عند حلول الحادث عميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رسول الله جاه كبي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في الخسام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. مولاي صلِّ دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأذن بسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صلِّ
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتت ستين مع مئة فرج بها كربنا يا واسع كرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتت ستين مع مئة نور بها قلبنا يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثا لما آتيتكم من حكمة الإحسان صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعزم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من صلى الله عليه يا أمة ومشفئ أن قدتنا لها دوانا صلى الله عليه حتى أناد أرفع وسلطعت وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه عنانا صلى الله عليه ولا
سوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر أن أعطاه وعانا صلى الله عليه لله كذكر وصف محمد كيما تذيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج قد فتايا جي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام كسيه قيتا نبي محمد دنب أن قيتا نبي محمد بمبين قيتا نبي محمد إلو لا قيتا نبي محمد يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شان والدرجي قد فتايا دي رات العالمين يا رب صلوات سلام تتب بدمو انكو لا سنغ نبي بنجو هاتيكو بنتام حسرات ingin bertemu kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a shani wad-daraji qad fatayaji ratal alamin ya Di
dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah. Dekatkanlah kami ya Allah. Amqubulana ya Rasulullah, amqubulana ya Habiballah. Moga ziarahku disambut, hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah baginda di Madinah, walau selepas baginda wafat, bagai semasa Nabi hayat. Amqubulana ya Rasulullah, amqubulana ya Habiballah, amqubulana ya Rasulullah, amqubulana ya Habiballah. Mana kan mungkin dapat lari dari mengingatimu Nabi, jika amalan setiap hari ialah sunnah baginda Nabi. Hamqubulana ya Rasulullah, hamqubulana ya Habiballah, hamqubulana ya Rasulullah, hamqubulana ya Habiballah. Mana kan mungkin hatiku sunyi dari limpahan rahmatmu Rabbi, jika lisanku setiap hari berselawat padamu Nabi. Hamqubulana ya Rasulullah, hamqubulana ya Habiballah, hamqubulana ya Rasulullah, hamqubulana ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ali. Sebelum kita baca fasal yang keempat, minta yang muslimat rapat ke belah sini sikit. Ada lagi nak masuk? Yang muslimin yang ada ruang depan boleh masuk ke hadapan lagi insyaAllah. InsyaAllah kita akan teruskan fasal yang keempat insyaAllah. Kemudian kita akan berdiri untuk mahal qiyam. Rapat-rapat lagi insyaAllah muslimat. Rapat lagi ke sini insyaAllah. Yang ada ruang kosong masukkan di depan insyaAllah. Ada lagi di belakang yang nak masuk? Masuk lagi insyaAllah. Ada ruang kosong masuk lagi depan insyaAllah. Yang bawah pun boleh duduk insyaAllah, tak ada masalah. Penuhkan ruang bawah insyaAllah. Yang di belakang boleh masuk ke, turun ke hadapan insyaAllah. Sila-sila insyaAllah. Sudah Ustaz.
آله صلى الله وسلم عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد للمطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم بن الكريم السهم بن عبد مناف بن قصين كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه أعزز بذلك شهادة صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك قف واعلم برفعه إلى الإسماعيل كان نبيا عوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المغاض فأسرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان وزنة عرشه وبدان كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت بلاد وشفع حانا صلى الله عليه قبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب ومصانا سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله الخشافة
صاحب القدر المرافع فملا النور النواهي برسول الله عم كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكسات أصنام شرك وبنا الشرك تصدى ودنا وقت الهداية برسول الله وحمال كفر تزال الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر بلد لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى قد دهى من حول الأقصى طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى شفعة الشفاعة فعليك الله صلى ما بدا النور وشاشا طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن أسأل وإله العرش يسمع يا عظيم من يا رب
شملنا بالمصطفى اجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واتنا بكل وكفينا كل البلايا وارفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رب اغثنا يا الله بها يا أبطال يا الله وختم العمر بحسنى يا الله واهسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله والصحابة مسنا شاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه والنور صلى الله عليه والنور يا للحائرين ضياؤه وفي الحشر ذي سلينا لواءه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها انصرت في الخافقين سماؤه اللهم صل عليه للحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مجهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازحان
عني ومسكنه الحشا. أجب من ملا كل النواحي نداؤه، أجب من توله هوى فيك وارد فيه أدي ما يهوى الهوى ويشاءه. فيا ربي شرفني برؤيتي سيدي يا رسول الله، واجلي صدى القلب كثير صداؤه، وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه. عليه صلاة الله ما حبت الصبا وما أتربى الهدي فطاب حداؤه، مع الآل والأصحاب ما قال منشدون، هو النور يا ذي الحائرين ضياؤه، صلوا عليه.